أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة أبعاد وتبعات قرار مصلحة الهجرة والجوازات بإلغاء التعامل مع الوثائق الصادرة في مناطق سيطرة الميليشيا. إذن أصدرت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات الجنسية في العاصمة المؤقتة عدن تعميماً قضى ببطلان كافة خدمات مصلحة الهجرة والجوازات تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء. وبحسب وكالة سبا الرسمية فإن المصلحة شددت في تعميمها الموجه إلى مديري الفروع بالمحافظات المحررة ومديري المنافذ البرية والبحرية والجوية بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. نتوقف عند هذا القرار لنناقش فيه محورين: لماذا هذا القرار وما دلالات التوقيت، وهل الحكومة الشرعية قادرة على التعامل مع تبعاته؟ النقاش بعد التقرير. عبء آخر فوق أعباء، هذا هو حال المواطن اليمني الذي فرضت عليه الحرب أعباء تنوء بطاقاته وموارده، وفي صدارتها تلك التي يتطلبها حصوله على وثائق السفر والهوية وغيرها من الأوراق الثبوتية الأخرى. فبعد إبطال جوازات السفر التي كان يصدرها الإنقلابيون الحوثيون، ها هو تعميم يصدر عن الشرعية ويقضي ببطلان كافة خدمات مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء وفي غيرها من المحافظات التي لا تزال تخضع للحوثيين. التعميم وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية في عدن جاء بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وقد وجهته رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إلى مديري عموم الفروع بالمحافظات المحررة ومديري المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد. رئاسة المصلحة أكدت في تعميمها بطلان كل ما يصدر عن الإنقلابيين من تأشيرات الدخول للأجانب والإقامات بكافة أنواعها وبطائق اللجوء وشهادات الجنسية وموافقات الزواج بالإضافة إلى جوازات السفر، ودعت المواطنين والمقيمين في كافة محافظات الجمهورية إلى التعامل مع المصلحة التابعة للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وفروعها في المحافظات المحررة، مؤكدة العمل على تقديم كافة الخدمات وتسهيل المعاملات لضمان سلامة إجراءاتهم القانونية. لكن مصلحة الهجرة الخاضعة للحوثيين تقلل من أهمية تعميم المصلحة التابعة للشرعية في إجراء لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الآلاف من المتعاملين معها، فالصعوبات في حالة التنازع كهذه على الصلاحيات تعطل مصالح الناس، خصوصا وأن ظروف الحرب لا تزال تحول دون سهولة وصول معظمهم إلى مكاتب مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة للشرعية، مضاف إليها التعقيدات التي يضعها الانفصاليون على أبواب عدن ولحج في وجه عشرات الآلاف ممن تضطرهم الظروف إلى إجراء مراجعات في الدوائر الحكومية أو حتى المرور في طريق السفر إلى خارج البلاد. صادر التعميم إذن في إجراء يرى المراقبون أنه كان يجب أن يتم في وقت مبكر، لكن مصحوبا بتسهيلات كافية للمواطنين في كل أنحاء البلاد، فيما يأتي هذا التعميم والبدائل لا تزال غير متاحة بالقدر الكافي للتخفيف من معاناة اليمنيين، الأمر الذي يمس حقا أساسيا من حقوقهم الإنسانية. أبدأ النقاش مع ضيفنا من مأرب مدير فرع الجوازات هناك العميد عبد السلام البشير. أهلا بك سيادة العميد. يا اهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام قناه القيس، واهلا وسهلا بكم جميعا. بدايه سياده العميد، ما الهدف من هذا القرار في هذا التوقيت؟ الهدف في هذا التوقيت انه ما زالت السلطات المناطق التي تتبع لهم يقومون باصدار وثائق والاستخدام السلطات الخاصه بالشرعيه لجميع الاجانب اللي يقومون تحت الخاضعين في هذه المناطق باصدار لهم تعجب بالذات للاجانب تاشيرات الدخول والخروج والاقامات واستخلاص الجوانب الماليه من غرامات ومن مستلزمات وأوامر خاصة بالسلطات الشرعية. فأصدرت مصلحة الهجرة والجوازات تعميما على جميع الفروع بعدم التعامل أو اعتماد هذه الوثائق أو هذه الإجراءات التي تختص بها السلطات الشرعية سواء في فروع المصلحة أو بمنافذ العبور في جميع المطارات والمنافذ البرية، وبالذات لانه يعني السلطات الحاليه هي سلطات سياسيه تختص ب
السلطات الخاصة بالسلطة الشرعية، والسلطة الانقلابية هي تحاول كثيرا بالتعمد رغم المنع المسبق، التعميمات المسبقة من رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات، إلا أن هناك الانقلابيين ما زالوا يعني يبتزون المواطنين ويبتزون الإخوة الأجانب الذين يعملون في الشركات والذا، وأخذ منهم الرسوم الرسمية والغير الرسمية. طيب سيادة العميد، نقطة الابتزاز ربما هي عنوان بارز، وهذا الاتهام هو ليس فقط على الانقلابين فقط، لكن سنتناقش معك في هذه النقطة. هل الآن التعامل عدم التعامل مع الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة ميليشيا، من أي تاريخ سيتم منع التعامل؟ هل من تاريخ صدور هذا القرار أم الجوازات صادرة من العام 2014 أو 2015؟ من أي تاريخ؟ يا أخي العزيز، في الأصل ونحن نتعامل في ذلك، في الأصل أنه عدم التعامل مع اي وثائق صادره من الفروع التي تخضع للانقلابيين ابتداء من دخولهم صنعاء او كثير من بدايه 2015. احنا نتعامل في فرع مارب بهذه الاجراءات بهذا النظام، انه لا نتعامل مع اي وثيقه صادره من الفروع التي تخضع للانقلابيين ابتداء من 2015. وهناك كثير من التعليمات صدرت من رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات ووزارة الداخلية، ولكن للحيطة أكثر وللحفاظ على هذه السلطات والتنبيهات للإخوة المواطنين الذين لم يصلهم العلم بهذا المنع، لأنه هناك كثير من الإخوة وتغير عليه الإخوة المواطنين أن من أجل ابتزازهم عبر هذه الفروع وعبر. طيب بدأ تطبيق القرار فيما طيب سيادة العميد، بدأ تطبيق القرار فيما يخص المنافذ البحرية والبرية والجوية، منع سفر من يحملون وثائق صادرة من مناطق سيطرة ميليشيا، وهل هذا التعميم فقط في المنافذ اليمنية أم ربما قد يتم التعامل معه والتعميم فيما يخص في منافذ الدول الأخرى؟ أيوة أخي العزيز، بدأ التعميم من فترة سابقة، يعني من فترة سابقة التعميم في جميع الفروع، وكثير من هذه المنافذ ولا يعني بدأوا بالتنفيذ، وهذه التعميمات تحديدا للمواطنين الذين لم يصلهم العلم مسبقا، وكثيرا للمشاكل التي يلاقونها في بقية الدول، لأنه الآن حتى السلطات الشرعية يجب عليها أن تبلغ جميع سفاراتنا بإبلاغ الدول الأخرى على عدم التعامل مع هذه الوثائق، ويجب على الإخوة المواطنين في الداخل وفي الخارج على تصحيح وضعهم في فروع الجوازات أو في القنصليات والسفارات في الخارج. طيب الآن الإمكانيات المتوفرة لكم سيادة العميد، يعني الفترة الأخيرة أثير الكثير من الجدل حول عجز في المواد والأدوات المتعلقة بإصدار واستصدار هذه الوثائق من غياب الكروت وما إلى ذلك، وأنت أدرى بذلك طبعا. هل الإمكانيات المتوفرة لديكم الآن في المصلحة في الفروع التابعة للمناطق الخاضعة للسيطرة الشرعية، هل هي قادرة على استقبال كل هذا الضغط وتعويض إصدار الجوازات من المناطق الساطرة في مناطق الميليشيا؟ العزيز، هناك مشكلة قد أوضحوها كثيرا الأخوة في رئاسة المصلحة، أنه الشركة التي المتعهدة في طباعة الجوازات تأخرت لأسباب فنية وغيرها من طباعة الكمية المطلوبة لهذه الفترة، ولكن الأخوة في رئاسة المصلحة مشكورين، تم رفض الفروع التي تخضع للشرعية يعني كمية لازمة لمعالجة الأمور الطارئة والمستعجلة للإخوة المرضى والجرحى، وكذلك للحالات الاضطرارية للسفر للدراسة أو في أجراء عمل، وقريبا إن شاء الله بتصل الكمية يعني بالكثير نهاية الشهر هذا، كما وعدونا رئاسة المصلحة أنه الكمية أو الدفعة الأولى هي في طريقها إلى جميع فروع الشرعية.
سيادة العميد تفضل بالبقاء معنا واشرك معنا ايضا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. اهلا بك استاذ عبد الهادي. اهلا وسهلا اخي. تعليقك في البداية على هذا القرار الصادر عن مصلحة الهجرة والجوازات بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الميليشيا. هذا القرار اعتقد انه قرار صائب، لكن ما هي ظروف تنفيذ هذا القرار وتاريخه؟ هناك تعليمات صادرة من المصلحة قبل ذلك، لكن مسألة السريان بهذا القرار هو يجري من تاريخ صدوره رجعيا، أي أن الجوازات التي أصدرت في الفترة الماضية في هذه الحالة كان يجب أن يحدد مصيرها من تاريخه، أي أن القرار بحسب ما نعرفه هو أن القرارات لا تنفذ بالآثر الرجعي كونها قرارات منشئة لوضع من حيث طبيعة القرار، إما منشئ لوضع أو معالج لوضع سابق. فالقرار أنشأ وضع ولم يحدد علاج الفترة السابقة، وكان الأقدر بالمصلحة أن تصيغ هذا القرار بهذا الاتجاه. هذا جانب. الجانب الآخر توفير البدائل وسهولة الوصول إليها، بمعنى آخر أن تكون البدائل متوفرة. هناك أزمة كبيرة في مسألة الجوازات، وهي أزمة يجب أن تحل وبسرعة كبيرة جدا. هناك المئات أو الآلاف من يملكون في فيزا عمل للخارج، هناك حالات مضطرة، حالة الطلبة، الدكاترة، الأطباء الذين يحضرون مؤتمرات أو غيرهم، أيضا الجرحى والمرضى من جانب آخر، وأيضا بعض الحالات الطارئة التي قد يضطر البعض لمغادرة البلد لنوب بها. إذا هنا التسهيلات تكون مع توفير البديل عنه. مع الأسف الشديد المصلحة كان يجب أن توقف الجانب الآلي في الإصدار أولا، وتنقل كل من مصلحة الجوازات وعلي الهجرة والجوازات وأيضا الأحوال الشخصية عبر نقل السرطان. هذه مسائل أساسية، لأنه قد يترتب عليها أعمالا أخرى من يحملون هذه الهويات، قد يكونوا مطلوبين دوليا أو مبرمين أو قضايا مرتبطة بأعمال أخرى. فإذا ظهر المنع والتشديد من قبل الإخوة الشرعية عليهم معالجة أوضاع بلد لا زالت تحت رحى حرب، وبالتالي توفير البدائل هنا ملزم على ملزم المصلحة بتوفيرها وبشكل ثلاث. كانت المسألة ثلاثة عندما كانت تتواجد الدفاتر الرسمية، اليوم هنالك متقدمين مثلا في تعز يقاربون 40,000 متقدم ينتظرون وصول هذه الجوازات. هذا أيضا يسدي دخلا كبيرا للوزارة ويعلن حضورها فيما يخص، وهذه وثائق رئيسية مرتبطة أيضا بمسألة الهوية داخل البلد. صحيح. طيب سعد الأستاذ عبد الهادي، أعود مرة أخرى للعميد عبد السلام. سيادة العميد، إذن عن البدائل والتخوفات من تبعات على المواطنين في الأسعار واستصدار هذه الوثائق، هل هناك معالجات ستقومون بها أم ستكون هناك تكلفة إضافية على المواطنين الخاضعين لسيطرة الميليشيا استصدروا من هناك الوثائق هذه بمبالغ خيالية، والآن سيدفعون ربما مبالغ مثل هذه المبالغ أو أكثر لاستصدار وثائق أخرى؟ العزيز، المعاناة يعني موجودة ولا يستطيع أحد إنكارها بسبب الوضع العام للشعب اليمني وما خلفه هذا الانقلاب الغاشم. المعاناة على كل فرد في الشعب اليمني ما زالت، وما الجوازات إلا يعني حالة من حالات المعاناة التي يعانيها جميع أفراد الشعب بجميع فئاته وطبقاته. الجوازات لا بد ان تكون التعامل معها يعني صارم وفاعل، ولو كانت هناك معاناه، لان موضوع امر الجوازات مهم جدا ان تهتم فيها الشرعيه، ولا بد ان يتحمل المواطن ولو كان هناك معاناه من اجل دحر هذا الانقلاب. والمبالغ التي تؤخذ بالنسبه لخدمه الجوازات هي مبلغ رمزي وبسيط، ولكن بسبب ما احدثته هذه الميليشيات وابتزازها للاخوه المواطنين واجبارهم او اضطرارهم للانتقال الى المحافظات الشرعيه، هناك معاناه في السفر، معاناه في الاقامه، معاناه في كثير من الامور، ولكن
هذه المعاناة لا سيادة العمد، هناك معاناة في التنقل وصعوبة في السفر أكيد، وفي الإقامة في مناطق سيطرة الشرعية، وأيضا هناك سماسرة للأسف هم يلعبون دور الوسيط ما بين المواطنين وما بين مصلحات الهجرة والجوازات في المناطق الخاضعة لسيطرتكم، ويبتزوا الناس ويدفعوا مبالغ كبيرة ربما، وهذا معروف أنتم على علم بذلك. أخي العميد، إحنا أخبرنا آلية لاستبعاد أي شخص سمتري أو غيره من التدخل في موضوع استخراج الجواز للمواطن. نحن في فروع مصلحة الهجرة والجوازات، وبالذات أنا أخص بالذكر ما يخضع للسلطات في مارب، أن المواطن يعامل جوازه مباشرة بنفسه ويدفع الرسوم بيده، ولا نسمح لأي شخص أن يتدخل. وإن حصلت حالات بسيطة تم التصرف في حينها وإحالة المخالفين الداخلين الجهات المختصة، والإخوة المواطنين يعرفوا هذا. يعني نحن نقدم خدمة متميزة بقدر الإمكان وبحسب الإمكانيات المتاحة لتقديم أبسط أفضل الخدمات في أسهل الإجراءات. يعني طيب سأعود لك سيادة العميد. أستاذ عبد الهادي، انعكاس هذا القرار على المواطنين في مناطق سيطرة الشرعية برأيك؟ أولا توضيحه أن المعاملات فعلا في مكاتب الجوازات حسب ما شاهدته في سؤال كانت تتم بسلاسة وبشكل سريع وبعملية منتظمة، يشكر القائمون على الجوازات، لكن الأزمة فعلا في رئاسة المصلحة. عن رئاسة المصلحة تتحمل المسؤولية أولا أنها تقيم خارج البلد، وهذه مصيبة أساسية يجب أن تعود الرئاسة إلى الداخل وعلى وزارة الداخلية والحكومة حاسم مسألة السجل المدني ونقل السيرفر من مناطق تحكم الحوثيين. ما الفائدة من أن تتحكم بالجوازات ولا زال سيرفر الهويات أو البطائق الشخصية أصدر من صنعاء؟ هذا جانب. الجانب الثاني، طيب قبل أن تتطرق أستاذ عبد الهادي للجانب الثاني، أنت ركز على موضوع السيرفر والبيانات مرتين، ربما نسمع الإجابة من العميد عبد السلام في هذه النقطة. هل ما زالت هذه الإشكالية قائمة فيما يخص السيرفر وأن البيانات ما زالت تحت سيطرة الميليشيا سيادة العميد؟ لا، هذا غير صحيح العزيز. بالنسبة لقاعدة بيانات مصلحة الهجرة والجوازات والسيرفر وقاعدة البيانات، هي في رئاسة مصلحة تخضع للسلطات الشرعية، يعني مستقلة استقلالا تاما لا تخضع إلى السلطات الشرعية. انتهت هذه المشكلة. إذن أستاذ عبد الهادي تفضل بإكمال التبعات، وأيضا من الناحية السياسية والأمنية ما أبعد هذا القرار بالنسبة لك؟ هذا الجانب، أنا أتكلم عن سيرفر الأحوال المدنية. سيرفر الجوازات تم نقله، لماذا لا تنقل كلا العمليتين مرتبطتين؟ من أجل أن تحصل على جواز سفر، أولا يجب أن تحصل على رقم وطني فيما يخص مسألة البطائق الشخصية. هذه العملية مرتبطة بأداء وزارة الداخلية، كلا المصلحتين مربوطة بها. المعاناة الآن تقتصر في طباعة دفاتر الجوازات، هذه الإشكالية الأساسية التي تفتقرها المصلحة. ما مبرر بقاء المصلحة في الخارج المواطنين خارج البلد؟ لماذا لا تعود إلى الداخل؟ عدن، مارب، المقلاة، سيئون، أي منطقة؟ طيب هي موجودة في هذه المحافظات من خلال مصلحة الهجرة والجوازات، مكاتب موجودة ومسؤولين متواجدين، مثلا العميد عبد السلام البشير موجود في مارب، وهناك أيضا فرع للمصلحة في عدن وفي سيئون وفي تعز. هذه فروع وليست رئاسة المصلحة. رئاسة المصلحة يجب أن تعود إلى الداخل، هذا أولا. الجانب الثاني فيما يخص مسألة المعاناة، المعاناة قائمة، نحن في حرب، لكن تسهيل وجود هذه الدفاتر، بدأت قضايا السنترة وقضايا الجوازات بسبب احتياج الناس السرعة. هناك من ترتبط بهم أعمال، هناك جنودا غير الجيش، جنود العملة الصعبة، وهؤلاء هم المغتربين. العالم أي أن هؤلاء يساهمون بشكل كبير في تخفيف معاناة الناس وتوفير عملة صعبة للبلد، وبالتالي يجب أن يوضعوا بعين الاعتبار. بما السبب الفني، فهناك آلاف من الشركات هي قضية طباعة أوراق رسمية، هل يقتضي هذا شهرين أو ثلاثة أشهر؟
إذا هناك مشكلة داخل المصلحة وهناك مشكلة عميقة عليهم حلها، ويجب تحرير الثرثرة المرتبط بالهويات الشخصية، لأن هذه سوف تدفعها أشياء خطيرة. قد يتم تسريب جوازات لغير يمنيين، قد يتم إلحاق نوعا من الأذى، قد تستخدم السلطات الميليشيات في تسهيل إجراءات لمن ترتبط بهم دوليا، خصوصا جماعات حزب الله، الجماعات الشيعية الأخرى. وهذه مسألة حكم الارتباط القائم بين الحوثي والإيرانيين. لماذا تترك هذه المسائل وهي ليست صعبة؟ هل ترفر الأحوال المدنية صعبا نقله؟ ينشأ ترفر آخر كرقم. لماذا المسائل دائما عندما ترتبط بهذا الشكل لا يجري النظر إليها بمدى المسؤولية ومدى الأخطار الأمنية ومدى أيضا هذه أهم قنوات الإيرادات لوزارة الداخلية نفسها؟ إيرادات مثلا العام الماضي من جوازة تعد حوالي 800 مليون، أي قرابة المليار، مبلغ ليس سهلا عندما نتكلم عنه كإيراد. أيضا إعلان حضور لهذه الوزارة في المناطق الشرعية وسيطرتها هي جزء من الأمن، هذه جزء من الأمن الوطني للبلد والأمن الوطني للسلطة. صحيح. طيب أعود للعميد عبد السلام إذا كان له من تعليق على حديث الأستاذ عبد الهادي. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالعميد عبد السلام البشير مدير فرع الجوازات في مأرب. على العموم شكرا جزيلا له، كان معنا من مأرب. أعود مرة أخرى للأستاذ عبد الهادي الأعزازي. أستاذ عبد الهادي، فيما يخص تنفيذ هذه الخطوة وتطبيقها الآن، هي ربما التعميم صادر على المنافذ اليمنية، هل هناك إمكانية من قبل الشرعية أن يتم تعميم هذا والتعامل معه من باقي المنافذ الأخرى، وأهمية فقط أن يتم تنفيذه محليا فقط أو في المنافذ اليمنية؟ دام أنت تسيطر على السفارات وتسيطر على الممرات، ما في يدك من ممرات، لأن الحوثيين ليسوا لديهم ممرات لا خارجية، هو متبقي ميناء الحديدة. إذا حسمت المسألة في الجانب البحري، الجانب الجوي متوقف، وبالتالي كل المطارات العامية في البلد تحت سيطرة الشرعية وبقية المنافذ البحرية. لكن في مثل هذه الحالة، إذا وصل مواطن يحمل جواز سفر من مناطق الانقلاب، في هذه الحالة تكون هنالك إمكانية لاستبداله وبشكل سريع في المناطق الأخرى في المنافذ. يجب أن يكون هناك خطة لكيفية استبدال هذه الوثائق وبشكل سريع وسلس، وبالتالي يمكن حل الإشكال حتى لو كان فيها تكلفة مادية، لكن وهي مبلغ ليس كبير، لكن في المقابل القدرة على حل الإشكال باعتبار مسألة الرقم والخاتم والإجراءات التي تتفق عليها. أي هذا جزء من عمل الوزارة، وزارة الداخلية والمصلحة. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الهادي العزازي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تعز. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة ماهر أبو المرجان.